والخطابة. نعم والله وإياكم. الشيخ ناصر لما وصلك سلام له. نعم. فنحن حينما كنا نذهب للشام بالسيارة وقتها كنا نذهب نمر طبعا بعمان على الشيخ الألباني الله يرحمه، فسألني الشيخ ناصر الدين قال لي كيف حال أخونا عبد الرحمن عبد الخالق؟ قلت له والله الحمد لله بخير. نعم. قال لي إن شاء الله الزوبعة يلي ثارت عليك يعني انتهت. قلت له خفت. فقال طبعا يعني لي قال لي بلغه سلامي. فأنا لما طبعا عدت يمكن كان يوم الأربعاء رجعت على الكويت، يوم الجمعة صليت عنده بالمسجد هناك، ورحت طبعا لما انتهى من الدرس سلمت عليه وقلت له أنا قادم يعني من عمان، واجتمعت مع الشيخ ناصر الدين الألماني وسألني عنك. طبعا قلت له نعم هو بخير. قال لي بقى شلون هالزوبعة اللي ثرت؟ قلت له خفت. فقال لي بلغه سلامي. فبلغته سلامي. ففرح طبعا الشيخ عبد الرحمن ويلي انه منكم صحفيون مثلا يرجع لتلك الفترة فيجد انه تلاميذ الشيخ عبد الرحمن يعني هذه المقالة ومقالة السلام أشبعوها بحثا وتحقيقا في الصحف وكتبوها يعني مقالات كثيرة. نعم نعم. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. بيجوز في ناس مثلا لا بيسمعوا كلامي لا يعجبهم الكلام هذا لأنهم على طرف وشق آخر من الطرف الذي هو كان فيه الشيخ عبد الرحمن. إذا كان لا يعجبون لا يعجبون، ما يعني نحن ما كتير مهتم بإعجابهم أو عدم إعجابهم. والله يقول الحق وهو هدي السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.